الجيم، الولاد كانوا مركزين كالعادة في التمرين، لحد ما جات إليسيا ومعاها مفاجأة جديدة من مفاجآتها اللي ما بتخلص. صباح الفل يا جماعة. يا جماعة، النهاردة جايبة لكم أحسن مدرب ماي تاي في مصر، كابتن نوها. نوها تشرفنا. انا بجد مبسوطه قوي ان انا اكون معاكم النهارده في كابيتانو، ويا رب اقدر افيد الاولاد دي وارد على كل الاسئله اللي هم عايزين يقولوها، واقدر اديهم نصايح تفيدهم في الرحله بتاعتهم. ازاي الواحد يقدر يقلل نسبه الدهون في جسمه؟ محتاج تقلل كل الاكل اللي فيه زيوت مهدرجه وسكر ومقالي، والاكل اللي فيه دقيق، وتبتدي تكتر اكتر من الكربوهيدرات ومن البروتين علشان نسبه الدهون تقل من جسمك. انا بروح الجيم كتير عشان اكبر العضلات، هو ده صح ولا غلط؟ دلوقتي انت بتلعب باللعبه، اللعبه دي مطلوب فيها ان انت تكون سريع. الهدف بتاعك ان انت تروح الجيم مش ان انت تكبر عضلاتك، الهدف بتاعك ان انت تقوي عضلات رجليك، تقوي عضلات الكور اللي هو من اول الحوض لحد الكتف فوق، لان هو ده اللي مسؤول عن البالانس، الاتزان بتاعك في اللعب، وهو ده اللي بيخليك تقدر تتحرك برجل واحده وتتحرك في اتجاهات مختلفه. مين بقى فيكم يحب يتعلم ماي تاي؟ ماشي، بكره تيجوا تقفوا هنا بليز. هقفل رجلي الاثنين جنب بعض، هفتح اليمين بره. المدربه نهى ريان بدات تدريب اللعيبه على بعض حركات المواي تاي، ولقيت تجاوب كبير منهم. واضح ان ليسي هي كمان اتحمست، بس هي حركات الدفاع عن النفس مهمه للعيب الكوره فعلا. كويس دايما انه اللعيب البروفيشنال يكون بيتعلم حاجات تانية، لانه دي بتوسع طريقه تفكيره وبتحسن طريقه تفكيره وبتخليه يقدر يستفيد اكتر في لعبته. فيا رب اكون في التوكو النهارده وتكونوا اتبسطتوا في الحبه الصغيرين دول. ملعب كابيتانو مصر عاشد النهاردة مباراة دور الثمانية، مباريات خروج المغلوب، مباراة مهمة ما بين تاني مجموعة تانية فريق مدحت فقوسة بقيادة كابتن سمير كمونة، وتالت المجموعة الأولى فريق حسن شحاتة بقيادة كابتن طارق السيد. لقاء الفايز فيها يحجز مقعده في الدور قبل النهائي، أما الفريق اللي هيخسر فهيودع منافسات كابيتانو مصر. فوقان فوقان وتركيز فوقان، اهو هوب هوب. خليك منظم في الحركه بتاعتك. يلا شباب، يلا عايزك تركز كويس قوي النهارده، ماتش مهم، خد الموضوع بجديه شويه، مش عايز دلع، مش عايز استهتار، خليك راجل في تعاملاتك كده. حركتين ثلاثه هوب هوب. انا عارف ان عندك ظروف عشان وفاه والدك، وجاي على نفسك وانا بشكرك. لو مش قادر قول لي. ان شاء الله باذن الله يا كابتن هنفوز، وهنادي الفوز ده الوالد الله يرحمه. ان شاء الله. ثبت وارجع هوب، ما تستلمش وانت واقف، استلم بالحركه. ايوه كده، استلم بالحركه. هتجري يا محمد حسن لحد قبل مؤمن بشويه، ده المدافع بتاع الفرقه اللي احنا لعبناها بتاع كاب طارق، واول ما تقرب عليه زياد هيعمل لك تحرك من على اليمين تحطها له، وانت تعمل فول للجون برضه. دي اللي كانت ناقصانا المره اللي فاتت، كنا بنجري بيها ونلعب فردي. لا، انا عايزك يبقى في ربط ما بينك وما بين زميلك وفي مسانده. فباص الباص لزميلي والف من وراه، ده بياخده ويروح عشان يفتح لنفسه مساحه زاويه ان هو ممكن يروح تاني، وبعد كده يحط له، او لو ضرح معاه اروح انا. جون كويس. ايوه تمام جول احسن. يلا رجاله، اشتغل باص كويس، ركز في الباص. ده
ضيفنا النهارده واحد من احرف اللعيبه اللي جم في تاريخ مصر، عارف لو المدافع لابس جلابيه برضه هيشربه كوبري، نجم منتخب مصر والزمالك والبرونزيه التاريخيه مع كاس عالم الشباب جمال حمزه. عامل ايه يا جيمي؟ عامل ايه؟ ايه الاخبار؟ انت عامل كله حلو؟ كله طول ما انا ماشي مع جيمي لازم ابقى واخد بالي ان رجلي تبقى على ايه في رجلك؟ ايه عشان ايه؟ ممكن يشربني كده اي حاجه انا مش واخد بالي. اجيب الكوره وبجري اروح حته ثاني. ما بيخافش يخش عليا خالص ده. خالص ها؟ خالص؟ بيخاف يخش عليا. جايب لك اهو، جايب لك حد وجاي لك اهو. الله الله. لسه بقول له جميل العظيم. كان بيخاف يخش عليا. يلبس اي حد كباري، انا ماشي جنبه عامل كده. اي حد بس يا ماشي جنبه كده. ده مشكلة. واخد رجليا. طب اقول لك على حاجة صعبة؟ قول لي. ايوه هيحكي. والله لعيبة كبار جدا. في ماتشات تقيلة جدا كانوا بيخافوا يمسكوا جمال حمزة لأن خد بالك هيترقصوا مفيش كلام. طارق طبعا أصله خلي بالك يعني من الباكات المميزة جدا كمان هجوميا قوي. يعني هو زي ما قلت كان يعني مش باك، يعني هو يعتبر مش باك، هو المفروض ان احنا الفراوده والباك ورانا، لا هو بيبقى قدامنا. فاكيد ما بيقولكوش كده طبعا، يعني مستحيل يكون دي التعليمات طبعا. اكيد صح، الباك واقف لازم يقف غصب عنه. بالظبط كده. بس طبعا قبل ما نكمل لازم برضو في خصم النهارده، في خصم سمير كمونه الناحيه الثانيه، تعالى عدي عليه. يلا بينا وبعد كده نخش على الجد. نحوش لكم حاجه، نخش على الجد. يلا بينا نخش عليه بقى، نقر عليه شويه. خلص لنا عليه يا جيمي. يلا كويس. ايوه كده راح اللعب. واضح كده ان كابتن سمير جاهز يا عم. ما قلنا بقى هنقر عليه. جيمي دي له واحده. خش يا جيمي النبي حتى ابو معايا عشان القوة تبقى قوتي. كابتن سمير. جيمي. كابتن مصر. نور يا جيمي. اجمع 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 هنا. اجمع هنا. سيكو رجالة. دين ايه؟ عامل ايه يا كابتن مصر؟ نور يا جيمي. ايه الاخبار؟ الله يخليك. لسه كنت بقول لطارق هناك تعالى نروح نقر عليه شوية. انت منورنا. تقر؟ لا ما صدقكش. لا منورنا يا جيمي والله. يوم جميل. الاولاد مبسوطين بيك جدا. ربنا يخليك. وانا قبليهم. ربنا يخليك. والناس كلها مبسوطه بيك النهارده. انت منورنا ان انت كنت نجم كبير قوي وياما متعتنا. ربنا يخليك. الزمالك والمنتخب وخماسي. الحاجات بقى الحلوه بتاعتنا دي. زمان بتحبوا انتوا الخماسي ولا ما بتحبوهوش؟ انت ما توقعش اصلك على جمال حمزه ده. جمال حمزه ده ممكن يشربك كوبري وانت نايم. ممكن يشربك كوبري وانت لابس جلابيه عادي. عدى حلو قوي جوده فاتح له طارق السيد. حلو قوي لجمال حمزه وانفراد والهدف الاول. والهدف الاول يا جمال حمزه. احمد حسن الاماميه حلوه قوي لعبد الحليم. عبد الحليم وانفراد عبد الحليم ناحيه انفراد لعبد الحليم. عبد الحليم وجاي له جمال حمزه والهدف الثاني. والهدف الثاني يا سلام على الربط بين عبد الحليم علي وجمال حمزه. لاين واحد ادي 1 2 حلو قوي بين جوده وطارق السيد. والعرضيه وطلب محمد صار مره نرجع ثاني لجمال حمزه. يا جمال يا جمال يا جمال يومك النهارده يا جمال. ثلاث اهداف ملعوبه من جمال حمزه. لا 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 بس الدخله الاولانيه شفت يعني الاجسام والستايلات كلها كويسه فدي برضو حاجه كويسه. ايه رايك؟ قر اهو. حلو. بنقر. بيقر. اجسامهم جامده جدا ولاعيبه جامده جدا وما بيتغلبوش ابدا. الله اكبر. طب حلوه حلوه الجمله دي. بس في حاجه والله بجد يعني في واحد برضه هنا متجبس معانا امبارح. حمزه الصغير صلي معاك. معقوله النهارده ايه اللي حصل؟ الف سلام عليك يا وحش. سلامتك يا جماعه. تعالى. الف سلام عليك. الف سلام عليك. ايه يا طارق قبل ما نلعب؟ امال لما نلعب بقى. لا لسه لسه في نق تاني في الماتش. ده كده قبل. سلامتك يا جميل حبيبي. الف سلام عليك. الف سلام عليك. طيب طمنت على الفرقه ولا ايه؟ جاي تعذرهم ان شاء الله تكسبوا النهارده علشاني وعلشانكم نوصل للنهائي وان شاء الله واحد فينا ياخد كابيتانو مصر وان شاء الله توصلوا ان شاء الله. ان شاء الله ما تكسبوش النهارده. قبل ما نروح الماتش بقى لازم نروح التحدي الاول عشان نعرف جمال حمزه هيكون مع انهي فرقه في المحاضره اللي قبل الماتش. يلا بينا. جاهزين؟ يلا بينا. عارف انت بتحب تكسب دلوقتي عكس السنه اللي فاتت كان يحب يخسر فيكسب الماتش. دلوقتي عايز يكسب التحدي عشان يكسب الماتش. خلي بالك بقى كمون. انا موافق. يلا بينا. يلا بينا.
التحدي كبير النهارده هو تحدي تمرير، يبان سهل ولكنه مش سهل وصعب وصعب قوي كمان. من اهم الحاجات اللي في الباصات هي تقل الباصه عشان توصل بالظبط للزميل وتبعد عن المنافس. كل زون من دول ب10 نقاط، 10 20 30 40، وفي كل خط لو الكره لم تجتاز الخط كليا هتتحسب اكنها كانت لسه في الزون اللي قبله. تمام، اتفقنا؟ تمام. كل لاعب هيبقى عنده 3 محاولات انه يلعب تمريره، وهنشوف الاجمالي هيبقى كام. أوكي. مثلا لو هو عايز يجيب 40 نقطه، دي اعلى حاجه ممكنه، لازم يلعب الكوره كده اهو كده، جيب 5 بس. ده كده جاب 10. ما يلعبهاش كده، يشوف طريقه ثانيه يلعبها بيها ازاي. وريهم يا كابتن جمال بقى ازاي بتتلعب كده. ورينا هلا هلا، ورينا كده وفرجنا. اول واحده تجيب بيها السنس 20 نقطة. 20؟ 20 ماشي، في تحسن يا جيل. اه شغال كويس. تاني واحدة أقوى شوية، عدت 40 نقطة، واضحة وصريحة يعني، ما حصلش أي حاجة. الله، هلا 10 على 10 أنت جيمي بس. حل. عايزين بقى لاعب من كل فريق، لاعب من كمونة ولاعب من عصفورة. مين بقى ناخد؟ مين المرة دي؟ اللي انت عايزه. ايه رأيك؟ تاخد من عندي واخد من عندك؟ تعالى يا زياد. تعالى يا زياد. يلا يا زياد. ما عايزين حد من الاثنين التوأم. شعره أطول يقوم. يلا مين فيكم اللي هيبدأ؟ حلو. حلو يا ولا. حلو يا ولا. معلش بس كويس. آه عدت. عدت. خف خلي بالك. خلي بالك انت هتزود التلاتة على بعض. ها؟ برضه وقفله طور. اخف من كده. المحاولة الثالثة اخف يا زياد، اخف نقط برضه. ماشي دي كويسة. دي كويسة حلوة. عدت الخط 40 نقطة. جامد. خش في شمسك كمان. خف. ماشي حلو. ماشي 10. يلا تكه صغيره، مش الساعه. هارد لك هارد لك هارد لك اللي كسبت. وهكذا يذهب الانتصار الى سمير كمونه. طارق طبعا السنه اللي فاتت كان بيحب يخسر التحدي، عشان كل ما يخسر التحدي يكسب ماتش. اه لا 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 لا، بس الماتش اللي فات هو يكسب جوه يعني. لا المره اللي فاتت السنه دي احنا مغيرين الاستراتيجيه. انا الاستراتيجيه كنت بكسب في التحدي، بكسب في الماتش، بخسر في التحدي، بخسر في الماتش. فنقدر نقول لك سمير كمونه يعني مش عارف فرصك قربت، فرصك بدات تقرب شويه. يبقى كده كابتن جمال حمزه مع كابتن سمير كمونه وكابتن طارق السيد الى المباراه. بس لو كسبت انا في التحدي. عايز تتحدى؟ اه هل ممكن نعمل تحدي؟ اه طبعا. أوه. لو كسبك اه اقول له مبروك. اخد تمام. طب يلا فرجونا على الفوزك. كويس كويس. بقول لك لعيب كبير يا جماعه، مش كويس. على 30. ادي 30 ايه. كويس معقوله. 20 20 20 30 و20 50 كده 50 يا عم الحاج. كويسة برضو. 30 20 20 يبقى 30 و 20 يبقى 70. 70 لكمونة. الأولى بيضمن بيها نقط. ماشي ده كده ما اتغديتش كويس. بيضمن نقط، بيجمع نقط. ماشي ماشي كويس. بيجمع نقط، فاضله 60. كويس كويس. لا كويسة. 10 و40 يبقى معاك 50. ولو جبت ال 40 المره دي. لا ما تلعبش على ال 40، انزل انزل شويه. كويس. اوه 20 70 برضه. يبقى 70 70 لا انت قلت 40 و20 يبقى 60. ايه 40 و10 و20؟ لا مفيش 10. لا جاب 10. جاب 10 ازاي يعني؟ والله يبقى تعادل الراجل. قلت اخم عشان اكسب. لا هو ادالك بصراحه كابتن مصر وافق، وادالك محاوله لاسترداد التحدي. خلاص كده طارق نجم كبير طبعا. اشوفك السنه الجايه. لا اشوفك في الملعب ان شاء الله باذن الله. يلا بينا. يلا رجاله يلا رجاله يلا يلا بينا يلا.
ما نروح الماتش يا اولاد، معاكم النهارده المحاضره من اتنين من نجوم مصر، اهلي وزمالك، دفاع وهجوم. فيعني المحاضره هيكون فيها كل حاجه. بس ده كابتننا يعني، كابتن مصر، كابتن كمونه، ده يعني من الناس اللي كنا بنتعلم منهم يعني الالتزام والاداء الرجولي والقوه والعقل وحاجات كتيره جدا يعني لازم تكتسبوها من الكابتن كمونه. يعني لعب طبعا كتير جدا، سواء بقى نادي المقاولين، نادي الاهلي، والاحتراف، منتخب مصر بقى سنين طويله، فعنده كم خبرات كبيره جدا لازم ان احنا نستفيد منه، لازم نستغل وجوده معانا، لازم نسمع كلامه، حاجات كتيره جدا. مش عايزين نبقى متوترين، دي برضو نقطه مهمه جدا. التوتر ده حاجه، التوتر حاجه والتركيز حاجه تانية. لازم نركز جامد بس ما بقاش متوتر، ما بقاش متنشن عشان اقدر العب. دي برضو نقطه مهمه جدا برضو. اكيد الكابتن كمونه طبعا بيكلمكم في القصه دي. اللعيبه اللي بره لازم تبقى مركزه زي اللعيبه اللي جوه، ما يبقاش اللي بره قاعد بيتفرج على الماتش، لا بيتفرج على مكانه بيحصل فيه ايه، الاخطاء اللي بتحصل فيها ايه، ممكن انزل اغير المباراه، ممكن انزل اكسب فريقي. فدي امور كلها اكيد الكابتن كمونه بيتكلم معاكم فيها. اتمنى طبعا، اتمنى لكم التوفيق ونتفرج على حاجه كويسه ان شاء الله يا كابتن. يلا بينا على الماتش، وعايزين نصحصح كده ونفوق ولا ايه؟ ايوه يلا بينا. يلا. ها نايم برضو؟ نايم فين؟ فين الهيد؟ اهو فين؟ يلا بينا على الماتش. يلا لازم النهارده نموت نفسينا في الملعب ونطلع كل اللي عندنا في الملعب، ان احنا نقول ان احنا مكملين في البطوله دي. النهارده دور الثمانيه، يعني لو خسرنا لا قدر الله كلنا هنمشي. احنا مش هنقابل من هنا، مش هنضغط من فوق، هنسيبهم عشان يلعب طويل، هيرد هنا او هيرد على جنب من الجنبين، عشان عايزين نستغل المساحات في ظهر الاثنين السرد باكات بتوعتهم والباكين. عندهم فيرود كويس قوي، نخلي بالنا منهم. نقطه القوه بتاعت الكابتن طارق، عنده الوينج الشمال كويس قوي، وعنده الباك الشمال، وعنده الباك اليمين. احنا هنقابل من ثلث ملعب، ودول مش هيبقوا واقفين على ال 18، لا هيطلعوا شويه، على اساس ان نخلي الملعب بتاعنا 30 متر. بالنسبه للمدافعين، الماتش اللي فات كنت عامل عمق دفاعي قوي جدا، فكده انت بتدي ارتياحيه للمنافس او المهاجم ان هو يوصل لعندك بسهوله. جاهزين يا رجاله؟ جاهزين يا كابتن. نكسب ان شاء الله. روح اعمل فالو انت واش. حلوه مهند، مهند جوه جوه. الواد ده كويس، خمسه ده. تعالى كده، ما تلعبش كده، العب كده. يا لعيب قوي يا عبد الله، العب، خليك في الدايره. ماتش عصيب، جرب. استعدادات اللعيبه مستمره قبل لحظات من بدايه اللقاء الحاسم في رحله لقب كابيتانو مصر. روح عاليه واضحه على وشوش كل اللاعبين، واصرار على تقديم اقصى ما عندهم في ارض الملعب. بسم الله الرحمن الرحيم، لقاء جديد في الثمانيه الكبار. مين هيكمل المشوار في الكابيتانو؟ المهاره عنوانه. لقاء يجمع ما بين رمزين كبيرين، حسن شحاته اللي بيقوده عصفوره كره القدم، طارق السيد وبيساعده دكتور محمد شحاته. حسن شحاته، حسن شحاته. أما فريق مدحت فقوسة اللي بيقوده سمير كمونة، ومعاه دكتور أحمد فرج الله. الماتش بحضور كابتن جمال حمزة نجم نادي الزمالك السابق. النهارده في حاجة مهمة جدا، إن شاء الله نكسب النهارده، نهدي الفوز ليوسف على روح والده. ان شاء الله. انت فين؟ يا جمال، عايز اظبط الكره الاولانيه هنا. الله اكبر، الله اكبر.
كانت المباراة الأخيرة في دور الثمانية، طارق السيد ضد سمير كمونة، فرقة واحدة بس اللي هتكمل، مين؟ هنعرف النهاردة. نص الملعب يلم الكرة، الهجرس عايز يدخل مع مؤمن شريف، يطلع الكرة من قلب الدفاع مرة تانية أحمد عماد، ولكن أوفسايد، أوفسايد مؤند برضو من ورا المساك، اعمل العبها لفين الأرض منديه شوية هتتزحلق وتروح له كويس، جربها. في نص الملعب عند مهند، تروح دربكة ويلعب الكرة لقدام محمد حسن رمضان في اليمين اللي بيعمل سرعة، يوسف وليد ابن الجيزة، ابن الجيزة عايز يعدي يوسف، يوسف يعدي 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 من اثنين وياخد فاول. روح يلعب بدماغك، روح يلعب الكورة جوه منطقة الجزاء، خطورة حلوة عبد الله، حلوة حلوة. ضربة حرة على حدود المنطقة لفريق مدحت فقوسة، يقابلها مهند الشويحي برأسية، كرة كان ممكن يتم استغلالها أحسن من كده. يلم الكرة كويس قوي، عايز يعدي جمال، يلعب الكرة حلوة قوي، مفيد في العرض، مفيد في العرض، ضربة جزاء. شفت وشي حلو اهو، في فار هنشوفها. بتمريره حريريه بينفرد اللاعب احمد اشرف بليا بحارس مرمى فريق مدحت فقوسه، بليا بيحاول يراوغ لكن الحارس بيتدخل عليه، مخالفه قرر الحكم بعدها احتساب ضربه جزاء. هي ماشي مش هنكله بس هي من الاول اوفسايد. يا مؤمن قلت لك ما تلعبش على خط واحد. يا يوسف اعمل فالو انت واش. كل الناس بتقول يا رب يا ابن ابو حماد، ابن ابو حماد، ابن ابو حماد بره راجل يضيع الكورة. ابن ابو حماد عبد الله عاطف بيدخل يسدد ضربة الجزاء لكنه بقل تركيز كبير بيضيعها بعد قلشة غريبة جدا. انا اصلا بلعبها ناحية اليمين على طول وبسجلها حلو، فانا كان في شوية توتر كده فضاعت. هو احسن واحد بيشوط عندي بس هو واضح ان هو ما كانش مركز خالص يعني. البنالتي ده ممكن يفرق مع فرقة طارق السيد. يقطع الكرة في الطريق جمال، جمال 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 جمال، يعدي كويس من واحد واثنين، يلعب الكرة حلوة قوي عند أدهم عثمان. بيحاول فريق حسن شحاتة الهجوم لتعويض ضربة الجزاء اللي ضيعوها، مرور بلقطة مهارية عالية من أدهم عثمان لكنه استعجل في اللمسة الأخيرة. برضو تاني بتسابق الكرة من قبل ما تشوط، تعالى كده يلعب رامية التماس ويعدي كويس. ولد يلعب حمد اشرف، يلعب يا ولد يا مهند، ولكن الدفاع يتدخل يلعب الكرة والهدف الأول. يا عبد الكورة أحمد عبد العزيز ابن الجيزة، كورة عزيزة يا 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 يا. رمي التماس لفريق مدحت فقوسة بيستلمها محمد حسن اللي يمر بمهارة عالية وبيلعب عرضية يصلحها مهند الشويحي لأحمد عبد العزيز اللي بيحطها ببطن رجله جوه المرمى، هدف أول لفريق مدحت فقوسة. طبعاً الفولو مهم جداً، إن أنا أكون متابع كل كورة، وأنا كنت معودهم على كده في المحاضرات وفي التمرين، عشان كده هو كان عمل فولو وجابها جون يعني. 1-0 فاول فيرو ده كويس على خطير. لا الفرقة دي لسه عندها كتير، و20 ده اللي في نص الملعب ده لعيب قوي. هيلعب الكرة جمال، يلعب الكرة يا ابن اللعيبة جمال، آخر جمال، جمال آخر جمال. لا 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 مش ممكن، مش معقول، عمل حلول.
عكس المتوقع في تنفيذ ضربة حرة من مسافة بعيدة عن المرمى، جمال عبد الباقي بدل ما يرفع كرة جوه المنطقة بيفاجئ كل اللي في الملعب وبيشوط، حتى حارس المرمى نفسه اتفاجئ. هدف تعادل عالمي لفريق حسن شحاتة. في التدريب مدربنا على الفاولات وقال لي الفاولات المباشره انت اللي تشوطها، الفاولات اللي على الجنب انت اللي تشوطها. فلما الفاول جه قال لي خش شوطها، فشوطها والحمد لله جت في الجول. مره ثانيه عند يوسف طاهر ابن المنوفيه ياخد فاول، ياخد فاول. انت العظم، يلا ما تلعبش كده، العب كده. يسيب يوسف وليد ويلعب الكره من بعيد. مره ثانيه يلعب اسلام الكره لقدام ولكن تتقطع وبينتهي الشوط الاول بالتعادل 1-1. يلا ما تفضلش واقع في الارض، ما تاخدش فاول، تقوم على طول، سيب نص الملعب فاضي. فاهم؟ فاهم ولا مش فاهم؟ لسه منورنا الكابتن جمال حمزه اللي انا مبسوطه جدا ان انا بدردش معاه النهارده كده بره نطاق الاستوديو والتحليل والحاجات دي يا كابتن جمال. صح؟ تمام. خلينا نروح كده الجوله في ذا بيست اوف اللي احنا متعودين عليها، دايما بتبقى مسابقه كده شهيره بس على حاجات بقى ليها علاقه بيك وبشخصيتك وشويه حاجات كده الناس ما تعرفهاش. يلا بينا. احسن جون بالنسبه لك انت سجلته؟ يعني اكيد في جون كتير، بس جون على حراسه في حرس الحدود ده كان حاجه، يعني جون جميل جدا. ده اكتر، ده احلى، يعني احلى جون، مش اهم جون. أيوة. بس ده احلى جون فنيا كده. انت راضي عنه قوي؟ حلو قوي. طب بالنسبه للمدربين، افضل مدرب من وجهه نظرك انت اتعاملت معاه، استريحت معاه، كان عارف يهندل عدد كبير من النجوم، مين مثلا؟ الكابتن جوهري الله يرحمه كان، يعني كان مدرب عظيم، فنيات وشخصيه واب للناس كلها. فبصراحه هو كان، يعني انا شايفه ان هو اسطوره. طب بعيدا بقى عن الكوره، خليني انا اخدك كده مثلا لاكتر ممثل انت بتحبه او ممثله. ممثل عادل امام طبعا، يعني بقى ده رقم واحد بالنسبه لي الايام دي. بقى مثلا جير الزعيم؟ لا، في ناس كتير بحب تمثيلهم بصراحه، يعني كريم عبد العزيز بحب تمثيله جدا، احمد حلمي طبعا جدا لذيذ جدا، كوميدي يعني دايما برضو بروح للكوميدي، هنيدي بيضحكني جدا طبعاً. برضو هو انت بتحب التمثيل؟ احنا بنشوفك تطلع كتير ضيف شرف في افلام، انت بتروح ده على اساس ان هو جزء ان انت طالع كجمال حمزه، ولا حابب ان انت مره تكون بتمثل دور؟ لا انا لغايه دلوقتي طالع كجمال حمزه، انا عارفه، انما كدور ان انا امثل مش، معرفش يعني. ما تحب تعمل كده؟ احب اعمل كده جدا على فكره، بس معرفش هبقى كويس ولا لا. بيبقى للمخرجين وصناع الدراما والافلام بالظبط كده. انا موجود. ايوه أنا موجود. طيب فيلم ما تزهقش منه؟ هي ما افلام عادل امام بالنسبه لي، وافلام مثلا اسماعيل ياسين القديمه، لا انا دايما الابيض واسود برضو، يعني حقبه الابيض واسود هي الاكتر الحقبه. مثلا الافلام الانجليش اللي هي بتاعت الكاوبويز، انا في المنطقه دي دايما، يعني كان نفسي ابقى عايش في العصر ده. اكله ما تزهقش منها؟ كنت انف جدا في الاكل على فكره، عايز احكي لك الموضوع ده، كنت انف جدا في الاكل، حاجات كتير قوي ما باكلهاش. يعني الحاجات زي ايه ما بتحبهاش؟ يعني مثلا ما كنتش بحب مثلا الكوسه بسله، والقاس بقى الحاجات، مش عارف ايه. فاهمه قصدي. وبعدين مره مع منتخب الشباب رحنا كينيا، ف كنا جعانين جدا، قعدنا في الاوتوبيس 7 ساعات، فنزلنا على مطعم مشويات كده. هو فكره المطعم ان هو سياخ زي الشاورما كده، وهو بيقطع بيقول لك ده كذا وده كذا، ده لحم كذا وده لحم كذا، وهو بيلف. فاول واحد جه قدامي فقال لي ده زبرة، قلت له حط. يا نهاري. فبعد ما اكلت بقى وشبعت، الزبرة ده مش بيتاكل اصلا، انا لسه عمال عايز اترجم الزبرة ده، ولا حتى يعني بيستخدموه في اي حاجه، بيعدي كده على حتى بيركبوه ولا بيمشوه ولا بيعملوا فيه. الزبرة ده الحمار الوحشي. معقوله؟ خلاص انا اكلت، يعني خلاص بقى، فهتعرف بقى من اللي مش عارف ايه وتقول لا مش عايز اكل.
فبقيت بقى اللي بيتحط في الدنيا. انا بقول الحمار الوحشي هو كان سبب فك العقده بالنسبه للكابتن جمال حمزه ان هو ما يبقاش انف. باكل اي حاجه بقى اللي بيتحط قدامي باكله، بس يعني محاشي مثلا، الحمام، البط، الحاجات دي انا بحبها جدا. طب خلينا نسال كوره قبل ما نختم، مين احسن لعيب كوره في التوقيت الحالي من وجهه نظرك؟ داخل مصر؟ زيزو. بره مصر؟ صلاح طبعا. شايفه في حته ثانيه غير ليفربول؟ لا، انا شايفه في ليفربول في جزء في تاريخ ليفربول، في تاريخ جزء اصيل في تاريخ ليفربول، ولازم يفضل مكمل لغايه اخر وقت هو قادر ان هو يلعب في الليفل ده في ليفربول، عشان يفضل هو يعني اتمنى ان هو يبقى الهداف التاريخي بتاع ليفربول، انه اكتر واحد لعب ماتشات لليفربول. دي كلها امور ده صعبه جدا. طب لو هنقول افضل لاعب في تاريخ مصر، هل شايف ان صلاح حجز المكان ده؟ وفي اختيارات طبعا كتير من تاريخ الكوره. صلاح خارج التقييم، يعني خارج المنافسه دي، لانه يعني صلاح ما يعتبرش لاعب مصري، يعني صلاح لاعب اوروبي. ممكن بقى نتناقش بقى، نقول مثلا كابتن حسن شحاته، نقول كابتن خطيب، نقول كابتن حسام حسن، كابتن محمود الخطيب بالظبط، كابتن حازم امام، يعني في ناس عظماء طبعا في الكوره في مصر، بس اعتقد ان صلاح يعني مش في الحته دي يعني. نتمنى له التوفيق يا رب، وانت منورنا جدا جدا، والشباب مبسوط قوي وعمالين يعملوا حركات وتصوير وكده، وانا كمان عايز اتصور معاك صوره يلا لذيذه بينا. يلا بينا ومنور الدنيا، ربنا يخليك. طبعا الشوط الأول المثير في أحداثه بتعادل إيجابي 1-1. الطريقة اللي أنا قلت عليها أنتوا بتطبقوها، بس الباص ناقص حتة. عاملين ماتش كويس، أنتوا أفضل والأحسن، وبنلعب لقدام، وجبنا إحنا التسجيل الأول. مفيش توفيق مفيش مشكلة، نشتغل تاني. لو فكرت مرة خدت الكورة وشوت هتجيب أجوان. محتاجين الذكاء دلوقتي. متشرين كويس، وبتحاولوا تلعبوا الكورة من رجل لرجل. ماتش قوي قوي، من أقوى الماتشات اللي اتلعبت دور الثمانية. عندي فرصة. 1-1 انزل بقى موت نفسي ازاي معرفش، ربنا كرمنا احنا جبنا الجون، بعدين دخل فينا جون. لما ربنا يديك هديه حافظ عليها. الفرقه القويه بتبان هي قويه ايه لما بتلعب فرقه قويه. وانت ما تسابقش الكوره، استنى لما تتلعب الاول، وبعدين ممكن ازحلقها زي ما عملتها مرتين، هتلاقي اللبن واخدها وبيبدا الهجمه عندي. حرام عليكم تضيعوا مجهودكم، انتوا عملتوا جيم وعاملين جيم محترم. لازم ابقى واخد بالي انا واقف فين. كل الفرقه تعمل لكم حساب بعد ماتش النهارده. يعني احساسي مش توقع، بس احساس ان طارق السيد اللي هيكسب. احساس انا شايف ان كمونه اللي هيكسب. كمونه اللي هيكسب والله. يلا بينا نشوف. يلا نشوف. بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدا الشوط الثاني اللي انتهى الشوط الاول بالتعادل ما بين الفريقين حسن شحاته ومدحت فقوسه 1-1. تغييرين تموا قبل بدايه الشوط الثاني. عبد الله خليك في الدايره. هيلعب الاول احمد عبد العزيز ابن الجيزه، وتروح عند احمد هاني. تمرير ولد عبد الله، يا لعيب قوي يا عبد الله، يا لعيب قوي يا عبد الله. عبد الله اسلام، ولكن تتقطع الكره منه. يلعب الكره مره ثانيه على الارض ويلم الكره كويس قوي. اياد احمد تتقطع الكره منه. محمد بسيوني يلعب الكره لقدام، في انفراد في انفراد، ولكن الحارس فاول. حازم تروح الكره، عايز يعدي يوسف طاهر لكن يقطع الكره الدفاع ويكمل مع الكره، وعايز يعمل خطوره. محمد حسن يلعب الكره بالشمال، يعمل مشوار. زياد اياد يعدي ولكن ياخد فاول
فاول. الواد ده كويس، خمسه ده. كمونه يلعب الكره في المرمى بالفعل ولكن بره. ويسيبها كويس قوي كده بخطا حركه اياد، ولكن يقطع الكره من قدامه. حازم محمود، حازم توقف الكره تحت رجليه. محمد حسن رمضان يلعب الكره في انفراد، في انفراد، في انفراد، ويلعب الكره بالعرض يا مش معقول. هجمه لفريق مدحت فقوسة، بينيه حكايه من محمد حسن توصل ليوسف وليد اللي بيلعب عرضيه برازيليه لمهند الشويحي والمرمى مفتوح قدامه، لكن بتضيع بغرابه شديده. وفي الاعاده بيبان ان المدافع احمد هاني اتدخل وشتتها بعيد عن المرمى. يلم الكره يوسف وليد، يلعبها يلعب الكره مره ثانيه عند عبد الله اسلام اللي بيعمل كره حلوه قوي. في انفراد، في انفراد. على بعد حوالي ياردة من دائرة السنتر بيلعب عبد الله اسلام ثرو عالمي يسجل منه زياد محمد الهدف الثاني لفريق مدحت فقوسة. رؤية ولا اروع ولا اجمل من عبد الله اسلام، وفينش على طريقة الهدافين الكبار من زياد محمد. زميلي عبد الله اسلام لعب لي ثرو من نص الملعب، وانا رحت الحمد لله عم حطيتها في الزاويه العكسيه للحارس. يلعب الكره لقدام، ممكن يبقى في انفراد، ممكن يبقى في انفراد. عمل مشوار، عمل مشوار. يلا 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 يلا. ماتش عصيب. يلعب التماس، يخرج الكره مؤمن شريف، تروح الشمال، يقول له العب الكره قدامه ويعمل انفراد. يا ولد يا ولد على السرعه العاليه، الكور غاليه والسرعه عاليه. يجري كويس قوي بسيوني، بسيوني بسيوني بسيوني. بقول لحضراتكم الكور غاليه والسرعه عاليه. واسلام، اسلام اسلام اسلام. تمام التمام، تمام التمام، تمام التمام. عبد الله اسلام ابن دمياط الجديده يستحق الهدف ده بكوره مفيده. بيكمل عبد الله اسلام تألقه في اللقاء، وبعد ما صنع الهدف الثاني بيستعرض مهاراته في المراوغه جوه المنطقه ويثبت الحارس ويحط الجون الثالث لفريقه. لعب ثرو باص من عبد الله من ورا الباك رايت، زياد قطع كتري على الجون استلمها وعملها ببطن رجله، كان جون حلو قوي. الكرة هدف، الكرة هدف، اتحسب الهدف وبيلعب الكرة على طول. بيدي إذن باللعب مرة تانية، يطلع الكرة مؤمن شريف وبينتهي اللقاء بفوز فريق مدحت فقوسة. كمونه كنت رايح فين بعد الجون اللي دخل؟ ايه شفتك ماشي من الملعب كده، رحت جبتك من خلاص روح خلاص كده عمل اللي عليه. ايوه كمونه مش ممكن بصراحه. قوي قوي قوي، وشك حلو يا جمال. ايوه لا برافو عليكم النهارده بجد، يعني مستوى بيتحسن، واعتقد ان كل واحد فيكم شايف مستواه بيتحسن ازاي من كل يوم للتاني. لا الماتش نفسه جامد خطير، يعني يعني الماتش راح وجه، هم كانوا كويسين في فترات وانتوا كنتوا كويسين في فترات، وبعدين رجعوا هم بقوا كويسين، وبعدين انتوا في اخر الماتش خلاص بقى ابتديتوا تسيطروا على الماتش،
كذا فرصة واحدة والتانية والتالتة. بعد الماتش توجه كابتن جمال حمزة ناحية لعيبة فريق مدحت فقوسة اللي قدروا يحسموا اللقاء لصالحهم وهناهم على أدائهم طول المباراة. دلوقتي معانا شارة، والشارة دي شارة غالية قوي، شارة كلير اللي هتوصل واحد فيكم للنهائي، يا مع فرقته يا لا قدر الله مش مع فرقته. بس انتوا المفروض يعني بالثلاث لعيبة اللي جايين لكم من فرقة طارق، فانتوا كده بقيتوا دريم تيم. المفروض بصراحة المفروض. ف جمال الشارة بتاعتك، عايزك تطلع لي ثلاث لعيبة ولا اختار واحد؟ احسن ثلاثة، عايز تختار لي احسن ثلاثة شفتهم النهاردة في الماتش. قوم حارس. تعالى تعالى. ايوه اضحك كده. محمد حسن. تعالى محمد حسن. هتعرف تلبس الشارة؟ دلوقتي بقيت كويس. دلوقتي ايدك خفت. شمال تعالى لسه في اليمين. ايده متعورة، ايده متعورة. دلوقتي خفيت. رقم خمسة عبد الله. تعال عبد الله. كل اللي متصابين تعال. معرفش قدر عادي كلها صحيح. احلى حاجه في عبد الله ايه بقى؟ في واحد من جبس. ايوه صح. عايز كواليس صغيره كده. الجول الثالث وهي 2-1 وعبد الله طلع يجري عشان يزيد معاهم، عمال يقول له اقف يالا اقف يالا، راح باصص لي كده وراح مكمل. هو اللي عمل الاساسي. كابتن جمال حمزه رشح ثلاث لاعبين من فرقه سمير كمونه للفوز بشارة كلير الذهبيه: حارس المرمى احمد رمضان، محمد حسن، وعبد الله اسلام. هتختار مين يا جيمي؟ عبد الله. بعدها كان قراره بمنح الشاره للاعب عبد الله اسلام. مبروك. انا من طبع رجاله ما بحبش الخساره، انما في الاول وفي الاخر دي كوره، والكوره فيها مكسب وفيها خساره. قد ايه انا زعلان ان انا مش هشوفكم تاني. كنتوا تستحقوا احسن من كده، بس انتوا الشوط التاني واضح ان انتوا لما قلت لكم انتوا كويسين نزلتوا فكيتوا فرطتوا في المكسب. لعبتوا فرقه محترمه الشوط التاني. طبعا فرقه محترمه، فرقه كويسه. بروك نجم. هارد لاك يا طارق. بروك سمير. هارد لاك يا بتار. عملت ماتش كويس جدا. ربنا يخليك. انا كنت عايز اقول حاجه بصراحه، وعايز اقول له اليوم كلهم وليك انت كمان بصراحه، يعني برافو يا جماعه والله العظيم. النهارده عملت ماتش حلو قوي قوي، ولعبته وقتلته، وبعد ما اتكلمنا بين الشوطين نزلت الشوط الاول وبينتوا ان انتوا جعانين وعايزين، وفي الاخر لازم فرقه تكسب وفرقه تخسر. هارد لاك، وزي ما قال الكابتن طارق هي دي الكوره، يعني خلاص لازم فرقه تكسب وفرقه بتخسر، بس لازم الخساره اتعلم منها. لازم اتعلم منها عشان المستقبل اللي جاي لسه قدامكم كتير، لسه هتكسب وهتتعادل وهتخسر، ده طبيعه الكوره، بس كل موقف لازم اتعلم منه. هارد لك يا رجاله، طبعا عملتوا اللي عليكم وزياده، فتره من الفترات كنتوا انتوا احسن مننا، لكن ده حال الكوره، و
الكوره مكسب وخساره، لكن انا بحييكوا بجد من كل قلبي، وزعلان عليكم ان انتوا خرجتوا من البطوله. كان نفسي العب الماتش ده والله مع الكابتن طارق في النهائي. بشكر الكابتن طارق، بقول له هارد لك، وان شاء الله اللي جاي احسنك. مبروك يا كابتن سمير. لا يعني عايز اقول بس حاجه يا ترى، والله يعني لما المدربين اللي واقفين ثلاثه هم كابتن طارق السيد وكابتن سمير كمونه وكابتن جمال حمزه والثلاثه بيقولوا لكم انتوا فرقه كويسه، ده معناه حاجه واحده بس، الفرقه دي فيها اولاد ممكن تبقى لعيبه كوره. دلوقتي احنا معانا ثلاث لعيبه هيكملوا مع فرقه كابتن سمير. اتفضل يا كابتن سمير هنا كده عشان اللعيبه اللي هتجيلك. فاول لاعب اللي هو معاه اشاره، اشاره كلير من الماتش اللي فات، سبعه باك رايت. في شرطين، في اشاره مع كابتن سمير كمونه هو يختار لاعب، وفي اشاره مع كابتن جمال حمزه هو يختار لاعب تاني. كابتن سمير 19 فين؟ تعالى يوسف. اختار كابتن سمير كمونة اللاعب يوسف طاهر علشان يكون معاه في فرقته. رقم 19 لعيب مميز وقوي وسريع وعنده حلول هيفيدني، حتى لو انا ما بداتش بيه كمان ممكن استفيد منه شوط تاني. الحمد لله يعني في الماتش جات لي كذا كوره واستغلتها الحمد لله، وهو كان واقف يعني وشايف ظروف الملعب ايه ومركز معايا يعني. كده فاضل لاعب كابتن جمال حمزه هو اللي هيختار. هختار رقم 9. صح، انت رقم 9. كابتن جمال حمزه قرر منح شعر كلير لاحمد اشرف. اشرف فيرويد اتمنى ان هو يجتهد مع كابتن سمير في الفتره الجايه ويشد حيله ويشتغل على نفسه تاني. بيتحرك كويس، بيقاتل على كل كوره، دي برضو نقطه مهمه جدا. بيتوقع الكوره رايحه فين، دي برضو نقطه مهمه جدا برضو بحبها في الناس، المهاجم اللي هو الصريح اللي هو رقم 9. شرف كبير ليا ان نجم من نجوم النادي الزمالك ومنتخب مصر يسلمني الشاره، وكابتن جمال نجم كبير قوي. زعلان ان انا ما كسبتش مع فرقه الماتش، بس ان شاء الله جات لي فرصه ثانيه وباذن الله هنعمل حاجه في البطوله دي. الثلاث لاعبين احمد هاني، يوسف طاهر، احمد اشرف هينضموا لفريق مدحت فقوسة بقيادة كابتن سمير كمونة. وبكده بتنتهي رحلة فريق حسن شحاتة في كابيتانو مصر. أكيد كل اللاعبين متأثرين بنهاية رحلتهم في البرنامج. أما مدربهم كابتن طارق سيد فكانت حسرته أكبر بعد ضياع حلمه في التأهل لنهائي كابيتانو مصر اللي وصله في الموسم الأول. يمكن الخسارة دي نهاية لتجربة الفريق في كابيتانو مصر، لكن عمرها ما هتكون نهاية حلم كبير، حلم كل لاعب إنه يكون نجم في يوم من الأيام. كابيتانو 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 حلم كبير قدامه، حلمه يكون على القمة ومش هيسيب مكانه، دايما يكسب وقت لعيب، كل ما يسدد كل ما يصيب، كل مرة يبقى بشكل جديد، كل مرة المستوى بيزيد. ها كابتن ها كوتش، الفرصة من ايديك ما تفوتش، الخطة في الدماغ ما تروحش، ركز على الحلم وما تدورش، ركز على الكون هتقلب الكون، هتولح الدنيا وسع الزون، اجري ورا حلمك وعينهم تيأس حتى لو ضدك 100 مليون، ركز على الكون هتقلب الكون، هتولح الدنيا وسع الزون، اجري ورا حلمك وعينهم تيأس حتى لو ضدك 100 مليون. الملعب هو الحكم ورقم واحد هو الامل، والابطال بس اللي بتوصل على القمة وبتحط العلم. كابيتانو
كابيتانو حلم كبير قدامه حلمه يكون عالقمة ومش هيسيب مكانه دايما يكسب وقت لعيب كل ما يسدد كل ما يصيب كل مرة يبقى بشكل جديد كل مرة المسلم